ناخد مع بعض موضوع اسمه انجن بريزنتنج سكيلز. الناس يا جماعه اللي مش مناسبها الميعاد ده، الميعاد اللي هديكم سيبكم حصه واحده، يعني انت ممكن المره الجايه تاخد هنا وهنا وتمشي معاها. في بعض الناس عندها ميعاد الساعه 2 ونص ومش مناسبها الميعاد ده، فممكن تاخد مع المجموعه اللي هديكم. خلاص نبدا مع بعض، خلاص مع بعض ورايا بقى خلاص. هنتكلم مع بعض عن موضوع اسمه انجن بريزنتنج سكيلز، نفس مع بعض بصوا صفحه 5/6. احنا يا جماعه ممكن يخرج هو جسمنا اكسوجينوس انجن، ممكن يا جماعه يدخل جوه جسمنا اكسوجينوس انجن، ممكن يا جماعه يدخل جوه جسمنا انجن اكسوجينوس. احنا يا جماعه بكلمه اكسوجينوس قصدين ايه؟ انجن دخل من بره الجسم، يعني مثلا واحد زي ما كاو عطس عليه، يبقى هنا دخل لك الانجن عن طريق انهاليشن. تاني مع بعض، بنقول مع بعض دخل جوه جسمنا مع انجن اكسوجينوس، انجن دخل من بره الجسم. احنا يا جماعه كلمه اكسوجينوس قصدنا حاجتين، انجن دخل من بره الجسم وماشي في جسمي وما دخلش جوه الخلايا، يبقى قصدنا بكلمه انجن اكسوجينوس دخل طبعا من بره الجسم بس عايش في جسمنا بره بره الخلايا، يعني ماشي في دمنا كل حاجه بس ما دخلش جوه الخليه. تعالوا نرسمه مع بعض، اللي باللون الاسود ده عباره عن انجن اكسوجينوس دخل جسمنا، دخل بعدد كبير، ده عباره عن انجن اكسوجينوس دخل بعدد كبير جوه الجسم. احنا ربنا يا جماعه خلق في جسمنا خليه تاكلهم اسمها الماكروفاج، خليه تاكلهم اللي هي الماكروفاج. ربنا خلق الماكروفاج كومن في ثلاث اماكن في الجسم. الماكروفاج يا جماعه كومن تحت السكن، الماكروفاج كومن تحت السكن، كومن في الريسبيراتوري، كومن في الجي اي تي. تفتكر ليه الماكروفاج كومن تحت السكن وفي الريسبيراتوري تراكت وفي الجي اي تي؟ اماكن دخول دي اماكن دخول انجن صح؟ تحت السكن، ريسبيراتوري وجي اي تي. الماكروفاج هتاكل واحد من الانجن جواها وتقطعه لاجزاء صغيره. الماكروفاج هتاكل واحد من الانجن وتقطعه لاجزاء صغيره. هل الماكروفاج تقدر تاكل كل الانجن؟ لا، لان عدد في الجسم ايه؟ قليل. الماكروفاج ما تقدرش تاكل كل الانجن، عدد في الجسم قليل. يعني لو دخل لك مليون انجن الماكروفاج كلها 1000. طيب الماكروفاج تكسر الانجن لاجزاء صغيره. دي خطوه يا جماعه بنسميها بروسيسنج. دي خطوه اسمها بروسيسنج. لو فاكرين الحلقه الاولى لما شفنا مع بعض اللزوم الانزيم في كسر الانجن، دي خطوه اسمها بروسيسنج. معنى كلمه بروسيسنج الانجن طحن لاجزاء صغيره. يبقى عندنا مع بعض كلمه بروسيسنج الانجن طحن لاجزاء صغيره. نعيد تاني، هل كل الانجن يا جماعه اتكسر لاجزاء صغيره؟ يا باشا دي فيها ميتين قدام بتطلع غير كنازير بسرعه بس يا جماعه بسرعه. تاني يا جماعه مش كل الانجن يا جماعه دخل جوه الماكروفاج، بعض دخل جوه الماكروفاج وكسر اجزاء صغيره، خطوه اسمها ايه؟ بروسيسنج. السؤال يا جماعه شفنا في الحلقه الاولى بنعرف دي على بعض، يعني جاي اول مره النهارده وشرحها خالص ما اشتغلناش. خدنا مع بعض في الحلقه الاولى الانجن لما يتكسر جوه هيطلع تاني على السطح صح؟ طيب هي كلمه بروسيسنج معناها ايه؟ الطحن. فمره في القناه الدوليه المصريه في مذيعه ماسكه طلبه الجامعه وبتريق عليهم بتقول لهم في الفاظ وسطيكم انتشرت جامد زي فاكس وغيرها. المهم في اخر الحوار بتقول ايه؟ بتقول دي ظاهره مؤسفه ان الالفاظ دي انتشرت طحن في وسط الجامعه. المهم يا جماعه الانجن ده اتكسر لاجزاء صغيره. انا خدنا مع بعض جوه الماكروفاج في بروتين هيصنع. البروتين ده يا جماعه اسمه الام اتش سي بلس 2. نوقف هنا كلام. ده عباره عن بروتين بيصنع جوه الماكروفاج. اسمه الـ MHC كلاس كام؟ 2. ده بروتين بيصنع جوه الماكروفاج.
اسمه ام اتش سي بلس 2. هذا بروتين لما يصنع جوه الماكروفاج بيطلع بعدها فين؟ على السطح، بيطلع على السطح. البروتين ده يا جماعه بعد ما يصنع في الماكروفاج هو طالع السطح، هيقابل مين بالصدفه؟ هذا الماكروفاج اهي. البروتين ده يا جماعه بعد ما يصنع جوه الماكروفاج وهو طالع سطح الماكروفاج هيقابل مين بالصدفه؟ الانج. يقول لك قطعوك يا حبيبي ما تعيطش ولا هات حته هنا. يعني الام اتش سي كلاس 2 هيطلع على السطح وياخد معاه حته من الانجن. الام اتش سي كلاس 2 هيطلع على السطح وياخد حته من مين؟ من الانجن، ويطلع على سطح الماكروفاج تاني. يعني الانجن اتقطع جوه الماكروفاج وطلع على السطح. يا ترى عبره وعظه عشان ما حدش يدخل الجسم؟ لا لا، عشان في خليه تيجي تحس عليه اسمها ايه؟ دي هيلبر. طب ودي هيلبر جت تحس ليه؟ عشان تبقى عشان تحسس وبتحب تحسس الجنب ده مش معانا. التيلبر جاي تحس ليه ان شاء الله على الانجن؟ عشان تبعت بعيد المناعه شكل الانجن عشان يروحوا يهاجموه ويساعدوا مين؟ الماكروفاج. سؤال يا معلم، الانجن طلع تاني سطح الماكروفاج، دي حركه نسميها انجن برزنتيشن، نسميها انجن برزنتيشن. يعني الماكروفاج خد واحد من الانجن وطحنته لاجزاء صغيره خطوه اسمها بروسيسنج، والانجن طلع سطح الماكروفاج دي حركه اسمها انجن برزنتيشن، بقى ظاهر على السطح، برزنتيشن ظاهر على السطح. وعشان كده يا جماعه الماكروفاج اسمها انجن بريزنتنج سيل، ده العنوان. الماكروفاج هي احد الخلايا اللي ممكن تكسر الانجن وتطلعه على السطح، فبنسميها انجن بريزنتنج سيل. ومش هي الوحيده اللي ممكن تعمل الحركه دي، اللي ممكن يعمل الحركه دي كمان البي سيل، بعض انواع البي سيل، بعض انواع البي سيل، وخليه اسمها الدندريتك. دندريتك. يبقى احنا عندنا مع بعض ثلاث خلايا ممكن يكسروا الانجل يطلعوا السطح، بعض انواع البي سيل والدندريتك لسه هناخدها والماكروفاج. لما الانجل يطلع السطح دي حركه اسمها انجن ايه؟ برزنتيشن. مين هيجي يحسس؟ التي هيلبر هتيجي تحسس. اي تي هيلبر جاي تحسس اهي. اول سؤال اسالوك في الشبكه، والتي هيلبر جاي تحسس ازاي يا ابني؟ بتحسس بايه على الانجل؟ هتقول لي عندها ريسبتور يا باشا بيحسس. عندها ريسبتور بيحسس هنسميه مع بعض التي سيل ريسبتور. يعني التي هيلبر جاي تحسس بريسبتور اسمه تي سيل ريسبتور، جاي تحسس على الانجن. ربنا اداها ريسبتور اسمه تي سي ار، اختصار كلمه تي سيل ريسبتور، جاي يحس على الانجن. يبقى التي هيلبر عندها ريسبتور بيحس اسمه تي سيل ريسبتور. السؤال اللي وراه، هي جت تحس ليه؟ عشان بقيه المناعه كلهم شفت الانجن فيساعدوا الماكروفاج. ايه اللي يخلي التي هيلبر تحس مكان الصح؟ يعني ايه اللي خلاها بتحس على الانجن مكان الصح؟ عايزين حد في شبه يقول لك خبره وحاسه والجيم العبيط ده. امال ايه اللي خلاها تحس على مكان الصح؟ التي هيلبر يا جماعه ربنا مديها دراع اسمه سي 4. يعني ايه اللي ما يخليش التي هيلبر تحس هنا او هنا في اي حته غلط؟ ربنا مدي التي هيلبر دراع اسمه سي كام؟ 4. الدراع اللي اسمه سيدا 4 ده مشهور جدا في التي هيلبر، لدرجه ان التي هيلبر ساعات يسموها سيدا 4 سيل، الخليه اللي عندها دراع اسمه سيدي 4. سيدا 4 باين في الرسمه بينجذب لمين؟ للام اتش سي كلاس. سيدا 4 بينجذب للام اتش سي كلاس كام؟ 2. حد يقدر يقول لي سيدا 4 انجذب لمين؟ للام اتش سي كلاس كام؟ 2. استفدنا ايه لما سيدا 4 مسك في الام اتش سي كلاس 2؟ بقى التي سيل ريسبتور مظبوط على مين؟ على الانجن في المكان الصح. لما سيل 4 مسك في الام اتش كلاس 2 بقى التي سيل ريسبتور مظبوط على الانجن في المكان الصح. وطبعا بعد كده تبقى تعمل ايه؟ تؤمر المناعه بطريقه لسه هنقولها انهم يساعدوا الماكروفاج يخلصوا على بيت الانجن. نعيد تاني بقى، هي الماكروفاج واحده من انجن بريزنتنج سيل، وفي بعض انواع البي سيل ودندريتك. كومن في السكن، تحت الاسكن والسبيراتور جي اي تي، اماكن دخول الاكسجين ناقص ايه؟ انجن. هل كل الانجن الماكروفاج ياكله؟ لا، بعضه، لان الماكروفاج في الجسم عددها قليل. هتاخد الانجن تقطعه لاجزاء صغيره خطوه اسمها ايه؟ والانجن يطلع سطح خطوه اسمها انجن. مين هيجي يحسس؟ التيلبر. بيحسس التيلبر بريسبتور اسمه ايه؟ دي سيل ريسبتور. وعشان ريسبتور يبقى مظبوط صح عندها دراع اسمه شيري كام؟ 4. تعالوا نشوف مع بعض الجزء ده انيميشن. نشوفها مع بعض انيميشن ونعرف نكمل. بصوا معايا،
ممكن بس حد يقفل النور ده وخلاص عاش في الكوريا مع حد المره. بص معايا بقى خلاص انا عايزك تركز معايا شويه. بص معايا بقى لسه هنشوف لسه هنشوف احنا لسه ما حلناش حاجه خالص احنا لسه بنقول ايه هادي. بص معايا بص معايا ده واحد اهلاوي طيب واحد زملكاوي هيقطع عليه يعني الانجل هنا يطلع عن طريق انهاليشن ادي واحد اهلاوي وواحد قطع عليه. طبعا لما حد يقطع عليك تف عليه الاول زي ما الراجل ده هيعمل وبعد كده نكمل القصه. اتمشينا زي الكتاب والمسكره انهاليشن انهاليشن ادي الانجن دخل الجسم من الخليه اللي هتكون في الريسبيرتوري تراكت الماكروفاج وبعض انواع البي ومين والدندريت. جاله بس اللي فات سؤال مش حلو قال لهم مين الانجن بريزنتنج سيل اللي هنقولها مين الصح ماكروفاج بي سيل تي سيل نيتروفيل. الماكروفاج الاجابه الصح اللي قال بي سيل خد صفر. مش كل البي سيل بتعمل انجن بريزنتيشن الاصلي في البي سيل بيطلع انتي بودي قصه ثانيه خدناها في اول حلقه. يعني الاجابه الصح يا جماعه في الانجن بريزنت من سيريا مين؟ الماكروفاج اكتر من البي. ادي الانجن اكسوجينوس ماشي كملها من الخليه اللي هتقطعه الحتت الماكروفاج. بصوا شوف الماكروفاج بيتقطع ازاي؟ ادي الانجن هيتبلع جوه الماكروفاج. وهيحط بدايره اسمها الفاجوزوم ذكريات. دخلنا اعماق الماكروفاج ودي ظلمه محدش يخاف. كل واحده في ايد زميلتها وما تضايقش الدنيا ظلمه جوه قوي. وادي الانجن جوه دايره اسمها الفاجوزوم. هيتحد بجانيول اسمها اللايسوزوم ذكريات. واللايزوم الانزيمز هتكسر الانجن لاجزاء صغيره. خطوه اسمها ايه؟ بروسيسنج. احنا في اعماق الماكروفاج والدنيا ايه؟ ضلمه. ازاي الاجزاء اللي هتطلع تاني السطح؟ راس كام؟ وده بيصنع فين؟ في الريبوزوم بتاع الماكروفاج. الام اتش كلاس 2 ده عباره عن بروتين بيصنع جوه الماكروفاج. بيصنع فين؟ زي اي بروتين في الدنيا بيصنع هنا. ادي الريبوزوم بتاع الماكروفاج. دي النواه مالناش دعوه بالنواه ده الريبوزوم بتاع الماكروفاج وده بروتين اسمه الام اتش سي كلاس كام 2 ده بروتين بيصنع في الريبوزوم ويطلع سطح الماكروفاج فهو طالع سطح بالصدفه والله صدفه يعني هو بيصنع ويطلع سطح سواء في انجن او لا وهو طالع سطح بالصدفه قبل مين؟ قبل الانجن قطعوك يا حبيبي ما تعيطش ولا هات حته انا ما تقلقوش كذا واحد ام اتش كلاس 2 هيطلع وهيطلع اجزاء كل الباقي. واخدين بالكم من الام اتش كلاس 2 ربنا خلقه بجروف؟ ربنا خلقه بجروف شايفينه؟ ليه ربنا خلقه بجروف؟ عشان يقدر يشيل حته من مين؟ في الانج ويطلع فين؟ سطح الماكروفاج. نكمل مع بعض. اللي انتم بتشوفوه ده انيميشن الناس عيطت الناس اوائل كانت بتعيط عشان حد يوريه لها وتفهم حاجه انا كنت بحبهم من زمان. كنت زمان انا عايز اعيط وافهم الانج طلع سطح ازاي تاني. المهم الام اتش كلاس 2 طلع السطح بتاع الماكروفاج ودي عمليه اسمها انجن بريزنتيشن وعشان كده الماكروفاج اسمها انجن بريزنتنج سيل وطلعنا سطح الماكروفاج والخليه اللي جايه تحسس اسمها دي هيلبر جايه تحسس. طبعا انتوا عاملين اول حلقه جايه تحسس ليه؟ طبعا حلقه النهارده اسمها ايه؟ حلقه النهارده هي التحسيس يا ابني. التهيلبر جايه تحسس بريسبتور لونه احمر خدت جسمه ده؟ دي سيل ريسبتور واللي يخلي الريسبتور ده يحسس مكان الصح ده سؤال في امتحان ماشي نصكم في امتحان يقول خبره وقلبها حاسه وكام العبيط ده اللي بيخلي الريسبتور ده يحس مكان الصح لان ربنا يا جماعه مدي للتيلبر دراع اسمه سيدي كام؟ يمسك في الام اتش كلاس كام؟ سيدي اربعه بيمسك في الام اتش كلاس كام؟ ده سؤال مش في المهم عندنا سيدي اربعه بيمسك في الام اتش كلاس 2 ليه بقى؟ بص معايا بص اللي هيحصل لما سيدي اربعه ربنا خلقه ينجذب للام اتش كلاس 2 بس ايه اللي هيحصل؟ بص الله اكبر ما شاء الله بتحس بمكان الصعب. يبقى كده خدنا مع بعض الانجن الاكسوجينوس وشفنا ازاي الجسم اتعامل معاه. دكتور عمرو هو في حاجه غير الاكسوجينوس انجن ناخدها؟ طب بس حاجه النور ده. النور معلش يا جماعه. طيب احنا يا جماعه ممكن يدخل جوه جسمنا انجن ونسميه اندوجينوس ركزوا معايا في مش الدراسه دي. الرسمه الثانيه يا جماعه. احنا ممكن يا جماعه ندخل جوه جسمنا انجن ونسميه انجن اندوجينوس. ممكن
ممكن يا جماعه يخرج جوه جسمنا انجيو نسميه اندوجينوس زي فيروس سي. فيروس سي ده انجيني اندوجينوس. بعض الناس يسال يعني جاي من جوه الجسم؟ لا يا ابني فاهم غلط. اندوجينوس انجين جاي من بره الجسم، بس انا قصدي كلمه اندوجينوس ان هو دخل جوه الخليه. بتعرف الاندوجينوس موجود في الجسم بس بره الخليه بالظبط. فيروس سي بيعرف ان هو بيدخل الجسم ويدخل جوه الخلايا، ما بقاش ماشي في دمك. فمن اشهر الامثله للانجين اندوجينوس فيروس سي اهو، فيروس سي، فيروس سي اهو بيدخل في اشهر خلايا في الشعب المصري الليفر سيل. انت عارف ان فيروس سي المذكره وكده بيقولوا عليه كلمه حلوه قوي، بيقول لك فيروس سي هو سيتوسينيك كومبوننت. سيتوسينيك يعني سيتوبلازم كومبوننت، يعني لما يجي حد يسالك ايه مكونات الليفر في الانسان المصري تقول رايبوزوم ميتوكوندريا فيروس سي في المصري الاصيل وتكمل. احنا النهارده بنعتبر المصريين الاسرى هم عندهم فيروس سي احد مكونات السيتوبلازم، سيتوسينيك سيتوبلازم كومبوننت. احنا فيروس سي في المصريين 50% وان شاء الله بنحلم بيبقى 100%. بنحلم مع بعض. وبعدين طب العلاج الامريكي؟ العلاج الامريكي هيقضي على بعض انواع الفيروس بنسبه 90% و10% هيقاوموه ويرجعوا ينتشروا تاني. ده قصه اي علاج في الدنيا. وبعدين طب وجهاز الجيش؟ لا ما ننساش نعرف نكمل مع بعض ونفهم صح. نرجع نكمل مع بعض. بقى عباره عن فيروس سي جوه الليفر سيل احد مكونات السيتوبلازم. السؤال بقى ايه اللي هيحصل بعدين؟ الاول فيروس سي ده ايه؟ اندوجينوس انجين. ربنا يا جماعه خلق جوه الخلايا بتاعتنا خلاط اسمه البروتوزوم. ده عباره عن خلاط اسمه بروتوزوم. عايزك ترسم حاجه استواميه جوه الخليه وهنشوفها في الانيميشن. ده عباره عن خلاط اسمه البروتوزوم. جوه خلايا جسمنا كل خلايا جسمنا في خلاط اسمه بروتوزوم. انا عارف عمرك سمعت عنه، بس خلايا جسمنا كلها فيها خلاط اسمه بروتوزوم. واي حاجه تكتر جوه الخليه قدامها سكتين، يعني اي حاجه تتكون جوه الخليه كتير قدامها سكتين، يا اما الخليه تفرقع يا اما جزء منها يدخل جوه خلاط ويتكسر لاجزاء صغيره. يعني لما تكون خليه مليانه فيروس سي، مليانه فيروس سي، يا اما الخليه تفرقع يا اما بعض الفيروس يدخل جوه الخلاط ويطلع من الناحيه الثانيه ويتكسر لاجزاء صغيره. بعض الفيروس يدخل جوه الخلاط ويطلع من الناحيه الثانيه متكسر لاجزاء صغيره. دكتور عمرو يعني انا ربنا مديني خلاط يخلص على الفيروس؟ لا ما قلتش كده خالص. قلت بعض الفيروس الزياده يدخلوا الخلاط يتكسروا، مش كل الفيروس. والخلاط ده مش معمول للفيروس، معمول لاي حاجه تطلع جوه الخليه. زي هرمون، بروتين. خلاط اسمه ايه؟ بروتوزوم. ياخد الفيروس ويطلعه من ناحيه ثانيه متكسر لاجزاء صغيره، متكسر لاجزاء صغيره مش كفته، ركزوا معايا. المهم بيقول لك كل خلايا الجسم عندنا فيها بروتين بيصنع اسمه ايه البروتين ده؟ بروتين اسمه ال MHC+1. ده عباره عن بروتين بيصنع في كل خلايا جسمنا. اي خلايا في جسمنا ممكن يدخلها فيروس. اي خلايا في جسمنا حتى الماكروفاج ممكن يدخلها فيروس. ففي بروتين اسمه ال MHC+ كام؟ 1. ده بروتين بيصنع في الخلايا ويطلع برضه فين؟ السطح. على السطح. ده بروتين بيصنع جوه خلايا الجسم ويطلع على السطح. عارف هو طالع بالصدفه قابل مين؟ ما يقدرش يا جماعه ال MHC+1 ده يشيل الفيروس. ليه بقى؟ ركز معايا في الرسمه. الجروب بتاعه صغير. يعني الجروب ده ما ينفعش يشيل فيروس. صغير. لكن ممكن يشيل جزء من ايه؟ جزء من الفيروس مكسور في خلاط اسمه ايه؟ وده اللي حصل. ال MHC+1 هو طالع السطح، خد جزء من الفيروس وطلع بيه السطح. ده ال MHC+ كام؟ 1. خد جزء من الفيروس اتكسر في خلاط اسمه البروتوزوم وطلع السطح. طبعا عندي سؤال بس الاول. هو ال MHC+1 ده بيطلع على السطح حتى لو مفيش فيروس ممكن يطلع فاضي؟ اه. ممكن يطلع فاضي. طب يا دكتور عمرو هو ال MHC+1 وهو طالع مش ممكن ياخد حاجه من الخليه ويطلع بيها؟ اه ممكن. يعني مش شرط يا جماعه ياخد فيروس. اللي يقابله ياخده وخلاص. قابل هرمون ياخده. قابل بروتين ياخده. قابل فيروس متكسر ياخده. ده ال MHC+ كام؟ 1. يبقى هنا مع الفيروس دخل جوه خلاط اسمه البروتوزوم متكسر وطلعت الاجزاء المكسره عن طريق ال MHC+ كام؟ 1. يا ترى مين اللي هيجي يحسس؟ قال لك اقوى خلايا الجسم، اقوى خليه مناعيه في الجسم اسمها تي
سيتوتوكسيك، دي اقوى خلايا الجسم. بنرمز لها برمز سي، اقوى خلايا في الجسم جايه اسمها تي سيتوتوكسيك، سي اختصار سيتوتوكسيك. دي الدبابه، يعني بيقول لك الدبابه بتاعت المناعه فين؟ هي دي، ديت دبابه المناعه، اقوى خلايا مناعيه. وسموها سيتوتوكسيك عارف ليه؟ سيتو خلايا توكسيك، بتقتل الخلايا عن طريق توكسين، عندها توكسين رهيبه تقتل اللي قدامها على طول، فسموها سيتوتوكسيك. التي سيل توكسيك هي تحسس اذا كان ده فيروس ولا حاجه ثانيه، بتحسس بنفس الريسبتور اسمه تي سيل ايه؟ ريسبتور. هتيجي تحسس تشوف اذا كان هنا فاضي ولا في فيروس ولا حاجه ثانيه، بتحسس بريسبتور اسمه تي سيل ريسبتور. ده طبعا ايه اللي خلاها تيجي تحسس المكان الصح؟ طب سؤال مهم. عندها دراع اسمه سي دي 8. عندها دراع اسمه سي دي 8. دراع لا ينجذب الى حاجه واحده في الجسم، هي مين؟ الام اتش بلس كام؟ طبعا انا اخر سنه اتلخبط. هو انا فاكر ان دايما الدراع لما ينجذب لحاجه دايما حصل ضرب 8. يعني هنا سي 8 انجذب للام اتش بلس كام؟ 1. 8 في 1 8. امال من شويه قلنا سي 4 بيمسك في الام اتش بلس كام؟ 2. 4 في 2 8. دايما الضرب يساوي كام؟ عشان اخر سنه ممكن الناس تخرج لو جي 8 مسك في بلس 2، فده علم الدين تاخد ستة على واحد ترم حاجه طبعا. المهم لما تي سيتوكسيك تحسس تلاقي فيروس، ايه اللي خلاها تحسس مكان الصح؟ عندها دراع اسمه سي 8، وعشان كده تعالى يسموا تي سيتوكسيك سي 8 سيل. عندها دراع اسمه سي 8. هنا الريسبتور بيحسس ده فيروس انت مجرم. بقيت زميلك فين؟ جوه؟ يا نهار اسود. بقيت زميلك جوه؟ يا ليفر سيل يا محترمة جواكي فيروس. الوداع. تقول لها ده انا ليفر سيل ياما حميت الجسم وياما حرمته. معلش لازم نضحي بيك عشان الجسم يعيش. وقالت طب لو الليفر كله لازم نضحي بالليفر عشان الفيروس يموت. هنا التي سيتوكسيك تطلع كيميكال حارقة. التي كفاية سياسة. التي سيتوكسيك تطلع كيميكال حارقة. تقتل الليفر سيل. فالليفر سيل تقول لها ده انا الليفر حرام عليك. التي سيتوكسيك تقول لها انت نور عينيا بس لازم تموتي. موتي تلعنتي الآلهة بكل الفيروسات والأسامي اللي جواك. يبقى هنا التي سيتوكسيك هتقتل الليفر سيل. هتقتل الليفر سيل والهدف اقتل اللي جوه. اقتل الفيروس اللي جوه. طعم طب الكبد ممكن يبوظ في داهيه. المهم الكلب اللي جوه يموت. طعم كده المناعه بتقتل الجسم مش مشكله نلبسها الفيروس سي. وده اللي حصل. ما يسالك حد في الطب مين اللي عمل فشل في الكبد وقتل الكبد؟ المناعه. المناعه مصممه تقتل الفيروس اينما كان. طعم الكلام ده انيميشن او دي انيميشن شوفوها مع بعض. مش مشكلة لما نضحي بالكبد. المهم الفيروس ده ممكن ما ينتشرش. لا بس بص يا جماعة معايا خلاص انا بنتكلم ورا يا جماعه اللي بنتكلم ورا. هي دي 10 خلايا في جسمنا وحلي البريم. لا يا بيه 10 خلايا في الشعر المصري الليفر سيل. خليه بتيجي تبص لها تحس ان احنا قد ايه احنا قرفانين في حياتنا. هو ده الليفر سيل بتاعنا. ولو كتبت الليفر سيل على النت تلاقي كله مصري مصري. ده الليفر سيل. تعال نبص على الليفر من جوه. بنلاقي دايما في فيروس منور جوه. بنعتبره النهارده احد مكونات السيتوبلازم في المصري الاصيل. هو ده فيروس سي منور. اللي انت شايفه قدامك كور زرقاء ده فيروس سي منور يا بيه. قلت له عمرو ضايع بالهريسيا؟ لا يا حبيبي ده الخلاط. الخلاط اللي اتكلمنا عنه وسميناه بروتوزوم ده فيروس سي منور. قلت له عمرو هو الفيروس لما يفتح يدخل جوه الخلاط يطلع ايه؟ متكسر. تعالى نبص مع بعض على المنظر ده. اهو طلع دخل وطلع ايه؟ متكسر من تحت. لحظه واحده. بعض الناس لقت حاجه في وشها بتسال هو ايه ده؟ ده فيروس بي في المصري الاصيل او بنلاقيه. يعني المصري الاصيل تمتع بفيروس سي وبي الاثنين مع بعض.
ده علامه الاصاله في شعبتهم. المهم بس الفيروس طلع متكسر. البروتين ده شايفاه ده اسمه ام اتش سي بلس كام؟ واحد. كل خلايا الجسم عندها الام اتش بس واحد. طب ليه ده تراكم؟ اصل اي خلايا جسميه ممكن يكون لها فيروس. طبعا انا عندي سؤال صعب بقى. حتى الماكروفاج حتى الماكروفاج ممكن يدخلها فيروس. فربنا ادها قدره انها تطلع جزء من الفيروس من الام اتش بس كام؟ واحد. وقال لي ما في سي يوسف هيقتلها، ايه المشكله؟ نبص مع بعض على الام اتش بس واحد وهو بياخد حته من الفيروس ويطلع بره. ده الام اتش بس واحد. طبعا ممكن تاني معلش يعني انت عايز تقول لي ان الماكروفاج فيها كلاس 2 وكلاس 1؟ اه ده اللي عايز اقوله. طب الليفر سيل فيها كلاس 1 بس. الليفر سيل كلاس 1 بس. اصل مش مطلوب من الليفر سيل نتعامل مع انجن اكسوجينس، فاهمينها؟ طيب لحظه يا ترعم، طب الماكروفاج فيها كلاس 2 وكلاس كام؟ 1. تفتكر مين هيبقى اكتر؟ 2 ولا 1؟ 2. ان الاصل في الماكروفاج انها مسؤوله عن الانجن اكسوجينس. فاثنين تتكون اكتر. تعالى ثاني بقى. بس نشوف الحته دي. ادي الام اتش كلاس 1 طالع سطح الليفر. ادي الام اتش سي كلاس 1 هيطلع سطح الليفر ياخد حته من الفيروس اتكسر في خلاط اسمه البروتوزوم. وخلي بالك ان الام اتش كلاس 1 عنده جروب صغير ممكن ياخد حته من الفيروس بس ما ينفعش يشيل ايه؟ فيروس. ادي الام اتش كلاس 1 طالع سطح الليفر عزيزي المشاهد. طالعين تاني احنا سطح الليفر شايفين كويس ورا؟ ولا في النور؟ طيب الام اتش بلس 1 طلع سطح الليفر عزيزي المشاهد اثناء رحلته لسطح الليفر اقدم لك اقوى خلايا الجسم. اقدم لك الدبابه بتاعتنا يا حبيب قلبي. دبابتنا هي نفتخر بيها رمز الجسم الانسان. قال الدبابه بتاعتنا اقدمها لك اقوى خلايا الجسم اللي اسمها تي سيتوكسيك. هي دي الدبابه. عندها ريسبتور اسمه تي سيل ايه؟ ريسبتور. وعندها دراع اسمه سي دي؟ هي يا دوبك تلمح الفيروس طالع، يا دوبك تلمحه وتشوف الخبره. شوف ما شاء الله ادي الليفر تحت، ادي الليفر تحت يا دوبك لمحه الام اتش كاس 1 طالع بفيروس. شوف ادي الام اتش كاس 1 طالع الليفر، الام اتش كاس 1 طالع سطح الليفر مع حته من الفيروس. التي سيتوكس خبره يا ابني، تي 8 مع كلاس 1 وهوبا التي ريسبتور بيشتغل، ده فيروس يا محترم. ينفع كده؟ ينفع يبقى جواكي فيروس؟ هناخد في حلقات جايه هيحصل سلسله من التفاعلات هناخدها في حلقات جايه تنتهي في النهايه ان التي سيتوكسيك هتطلع كيميكال حارقه تقتل الليفر سيل تقول لها موتي موتي يا ليفر سيل بكل الباراسيت اللي جواكي، موتي تنعمك الالهه، ضحينا بالليفر عشان الجسم يعيش. والمناعه ممكن تضحي باي حاجه بس المهم تشتغل صح. يا ادي الليفر سيل مات وادي الاندوجينوس انجو. فهمت حاجه بقى؟ سؤال بقى، الماكروفاج هي واحده من الانجن بريزنتنج سيل. الاكسوجينوس انجن مطلعه عن طريق الام اتش كلاس كام؟ 2. ولو فيروس دخلها وداريه مين هيشتغل عندها كلاس كام؟ 1. ايهما كومن عندها اكتر بيصنع كلاس 2 ولا كلاس 1؟ 2. طبعا لا تاني حته دي شفتيه في ام اس كيو. تاني يا جماعه، هو يا جماعه كلاس 2 ده بتاع الانجن اكسوجينوس، فربنا خلقه بس مع الانجن بريزنتنج سيل. الام اتش كلاس 2 بياخد حته من الانجن ويطلع التي هيلبر، ده موجود بس في الانجن بريزنتنج سيل زي الماكروفاج. كلاس واحد في كل الجسم حتى الماكروفاج اللي ممكن يدخلها فيروس. بس مين كومن في الماكروفاج؟ كلاس 2. طب الليبر في ايه؟ 1. الكدني 1. البي سيل 2 و1. بس مين كومن؟ 1. 2. الماكروفاج مين كومن؟ 2. إيه السكن 1. ممكن يكون فيروس سكن سيل. فاهمينها ده بقى؟ طيب تعالى مع بعض نتكلم عن موضوع اسمه الام اتش سي. نتكلم مع بعض عن موضوع اسمه الام اتش سي. نوقف كلام بقى يا ريت. بص على دي كلها كانت صفحه واحده. خلاص يا جماعه نوقف كلام. اللي بيذاكر يا جماعه بترتيب الكتاب ده مشكله. ليه بقى؟ الكتاب شرح الام اتش سي قبل الفاجوسيتوسيس. وطبعا عشان تفهم الام اتش سي لازم تكون مريت بالتسلسل اللي احنا قلناه. الام اتش سي ده احنا شفناه كلنا دلوقتي. الام اتش سي ده عباره عن مولكيول بيطلع على السطح بيعمل انجن ايه؟ مولكيول بيطلع على السيرفس بتاع الخلايا بيعمل انجن
بريزنتيشن. وانا هديكم كانت اول سطح في مراكز الام اتش سي. بعد اقرا الام اتش سي والمولكيول بيطلع على السطح يعمل انجن بريزنتيشن واعيط ولا افهم اي حاجه. يعني ايه المولكيول بيطلع على السطح وشغل الانجن؟ ايه اللي هيخلي الانجن يطلع بره اساسا؟ انتوا فاهمين دلوقتي؟ هو الانجن بيطلع على سطح المكوى الفشل مين يحسس؟ عشان تحسس تؤمر المناعه انها تساعد مين؟ المكوى الفشل وخلصوا على بيت الانجن. يبقى الام اتش سي ده عباره عن مولكيول بيطلع على السطح مسؤول عن انجن ايه؟ بريزنتيشن. كان اسمه القديم هلا. هلا ومرحبتين هلا. زمان من 50 سنه كان بيسموا الام اتش سي هلا صار هيومن ليكوسايت انجن. كانوا فاكرينه زمان بروتين موجود بس على الليكوسايت هيومن ليكوسايت. احنا عرفنا النهارده الكلام ده غلط لان كلاس واحد في كل الخلايا. يعني الاسم القديم بتاعه غلط اللي هو هلا هيومن ليكوسايت كلاس واحد في كل خلايا الجسم. ومع ذلك الاسم القديم سايبينه وبنقوله كتير قوي احتراما للاستاذ الكبير اللي قاله. احنا عندنا نحترم الناس الكبار حتى لو كلامهم غلط نفضل نحترمهم. لغايه النهارده الام اتش بتاع النت هو مكتوب اسمه ايه؟ هلا. طب سؤال اترعمني، انا عايز اسال سؤال صعب قوي. دي خلايا جسمنا، كل خلايا الجسم عندها الام اتش كلاس كام؟ واحد. وانت قلت ان هو بيطلع على السطح سواء في فيروس او ما فيش، صح؟ ايوه بالظبط. كل خلايا الجسم عندها الام اتش سي كلاس كام؟ واحد. وبيطلع على السطح سواء فاضي او معاه فيروس. عارف ده معنى ايه؟ ان كل خلايا في جسمك لو ما عندكش فيروس عندها ام اتش كلاس واحد فاضي على السطح. كل خلايا في جسمك على سطحها ام اتش كلاس كام؟ واحد. في مفاجاه بقى. المفاجاه ان الام اتش كلاس واحد اللي احنا شفناه موجود عندي وعندك بنفس الشكل. بيطلع فاضي لو مفيش فيروس. وبيطلع بفيروس لو في فيروس. اللي هو الام اتش كلاس واحد. الام اتش كلاس واحد عندنا كلنا دي نفس الشكل ونفس الوظيفه بس مفيش اتنين في العالم عندهم نفس التركيبه بتاعته. مكون الام اتش ده من 600 امينو اسيد. استحاله اتنين في العالم يبقى عندهم نفس الكميه بالظبط. استحاله. عارف لان لو بيت واحد عنده خليه بتاع جسمه لو بيت واحد في حياتي خلايا جسمه عليها الام اتش كلاس واحد نفس التركيبه بتاعتي ده اخويا التوأم على طول. ده الايدنتيكال توين وحشه المرامتي كنت مخبيها ليه؟ يعني النقطة عايز اوصلها لك مفيش الا الايدنتيكال توينز عندهم نفس الام اتش سي كلاس واحد. عارف انتوا درستوا الهيستولوجي صح؟ خلايانا زي بعض. عارف ايه الحاجة الهيستولوجيكال؟ ايه الحاجة على المسيح بتحدد الاختلاف بيننا؟ هو ده. عارف لما يعملوا عملية زرع من واحد؟ لما اخد كلية بتاعت واحد ايه اللي بيحدد اذا كانت الكلية ديت هتبقى كومبيتابل في جسمه او انكومبيتابل؟ قد ايه احنا شبه بعض في ايه؟ الام اتش سي كلاس واحد. ده بيحدد اذا كان ده النتيجه هيبقى كومبيتابل او ان كومبيتابل. عارفين ام اتش سي اختصار اساسا؟ ام اتش سي اختصار ميجور اتش 2 كومبيتابيلتي. ده الميجور ديفرنس بيننا اللي بيحدد اذا كان الهيستولوجيكال تيست كومبيتابل او ان كومبيتابل. بسموه ام اتش سي اختصار الميجور اتش 2 كومبيتابيلتي. ده الحاجه اللي بتخلي خلايا مختلفه عن بعض. هل في اثنين في العالم عندهم نفس الـ MHC؟ Identical Twins. يا ترى من المعلومة دي هنطلع شوية وظائف الـ MHC. هنجمعها بكلمة MHC. من المعلومة دي هنطلع شوية وظائف الـ MHC هنطلعها بكلمة MHC. أول حاجة الـ M ميديكو ليجل في الطب الشرعي. ميديكو ليجل في الطب الشرعي بحذركم. اللي فيكم هيترف رئيس قسم الفارما هنجيبه لانه ممكن شعرايه بس تقع في مجال الجريمه وكل شعرايه على الام اتش كلاس واحد المميز دي هنجيبك وده بيسموه في امريكا اي واحد يعمل جريمه ويقع منه خليه في مكان الجريمه بنجيبه اللي عامل نفسه عروق يقول لك هلف شعر وهقتلها وهمشي هتلف عليها وانت ماشي هيلتف فيها الام اتش كلاس واحد بتاعتك انت برضه وصلت هوست جرافت ريجكشن. الاتش حاجه اسمها هوست جرافت ريجكشن. هوست جرافت ريجكشن. جرافت يعني حاجه مزروعه جواك. جرافت عضو مزروع جواك. احنا فهمنا دلوقتي ليه الناس اللي بياخدوا جرافت ويزرعوا جواهم كليه ليه بيحصل له ريجكشن طرد عشان اختلافهم في ايه؟ في الام اتش كلاس واحد. في بعض الناس مجرمه خصوصا في ميل
مناعتهم بتهاجم الام اتش بلس واحد بتاعتهم، يعني تلاقي في فيميل يعني مفتريه وقرفانه من كل حاجه في حياتها، حتى مناعتها قرفانه من الام اتش بلس بتاعتها وتهاجمها. ده اسمه اوتو اميون ديزيز، وهناخده بالتفصيل. هو الاوتو اميون ديزيز يا جماعه في الفيميل 99% ل1% في الرجال، يعني نسبه الفيميل اعلى في الاوتو اميون ديزيز. تاني معه بقى، تاني معه ورا ورا يا بقى ورا يا ايه. بنتكلم مع بعض عن ام اتش سي، بنتكلم مع بعض عن ام اتش سي. قلنا هو من الفلو بيطلع على السطح يعني الانجن برزنتيشن. هل احنا ممكن نتشابه في الام اتش كاس واحد؟ لو حد شبه ده اخويا على طول من غير ما افكر، ملهاش احتمال تاني. وصلت؟ يعني انت في يوم من الايام لو قابلت واحد محتاج زرع كليه، واحد نفس الايمج بتاع واحد بتاعك بالظبط، ده اخوك، لا تمسكش في ده اخوك على طول، القضيه ثانيه. هو لو لقيت واحد شبهك تمسك فيه طبعا، لكن واحد زيك بالظبط ده اخوك. الام اتش سي لها جين مطلعه، في جينات بتطلع الام اتش ده يا جماعه. الجينات دي بتوصف بداتا اس. اول حاجه انها سيلف جين. سيلف جين يعني ايه؟ ما دام الام اتش مختلف يبقى كل واحد عنده الجين اللي غير زميله. ما هو يا جماعه عشان الام اتش مختلف بينا يبقى الجينات مختلفه، انا عندي جين في البتاع سيلف جين. الجينات ديت موجوده على السكس كروموزوم، على الكروموزوم رقم 6 على الشورت ار. يعني ده السكس كروموزوم اهو، وادي الشورت ارم اهو. هنا جينات الام اتش سي على الشورت ارم بتاع الكروموزوم رقم 6. انا عندنا بقى فن المايكرو، لما حد يسالك الجينات فين تقول له على كروموزوم 5 6 على الشورت ارم، دي بيعتبرها قله ادب منك، لان الشورت ارم ده كبير قوي. عايزين نتعلم مع بعض العلماء قسموا الشورت ارم ده مناطق. يعني باجي اسالك انت ساكن فين، بتقول لي ما تقوليش مصر، يعني مصر كبيره، بتقول لي ساكن في مصر، وتحدد اكتر شويه تقول لي ساكن في مصر في دمياط بلد النجارين، وتقول لي في الحته الفلانيه، ده اللي احنا عايزينه. او ساكن في مصر في منصوبه الفلاحين، وتحدد المكان. نفس الكلام العلماء بقى جم على الشورت ارم، عملوا حاجه غريبه قوي، قسموا الشورت ارم مناطق وهميه. ركز معايا، العلماء جم على الشورت ارم وعملوا اللي هقوله دلوقتي. ادي الشورت ارم يا جماعه، ده الشورت ارم، ده الشورت ارم يا جماعه، ده الشورت ارم. العلماء جم على الشورت ارم بتاع كروموزوم 5 6 وقال لك المنطقه اللي بعد السنترومير ديت هنسميها منطقه A، واللي وراها منطقه B، والمنطقه البعيده قوي دي اسمها دي، ودي سي، ودي اف. اي كلام، واضح ان هم مش حافظين فيلين كويس. يعني قالك المنطقه ديت ايه وراها بي سي، طبعا مش فاهم يعني ايه منطقه. يعني مثلا اول منطقه في الشورت ارم بعد السنترومير اسمها ايه، اخر منطقه في الشورت ارم اسمها مثلا دي. المنطقه اللي وراها ايه منطقه اسمها 1 نانومتر اسمها بي، مناطق وهميه مش موجوده اساسا. تفهمين يا جماعه؟ بالمناسبة منطقة عندنا اسمها لوكس، لوكس منطقة، لوكس، لوكس منطقة. هوريك فورت انيميشن. عندنا مع بعض كلمة لوكس معناها ايه؟ منطقة. خلاص يا جماعة. فركزوا معايا يا جماعة. طب تعالى اشرح الانيميشن احسن للناس مش هتفهم. بصوا معايا. ما ورا يا جماعه نتكلم، ورا نتكلم. ممكن بس نكمل نور؟ نكمل نور بس احسن. يا جماعه صعبه. يا جماعه لحظه لحظه، يا جماعه بيتكلم. بص معايا بقى، معايا اللي بيتكلم خلاص، معايا اللي بيتكلم ورا، معايا واقف كلام ايه؟ معايا اللي بيتكلم واقف كلام، خمس دقايق وخلاص خلاص، خمس دقايق وخلاص.
هو بس مع المناعه ليها عيب خطير جدا انها مبنيه على بعض، عامل زي ما يكون مسلسل طويل حلقاته مبنيه على بعض، ده عيب المناعه. يعني انا ما اقدرش اتخيل ان واحد قاعد وما خدش اول مره مناعه ومتخيل ايه اللي بيحصل. يا جماعه احنا خدنا مع بعض الوقفه بشرحها للانجم 3 ايه 4 ايه 5 ايه، وجاوبنا المره اللي فاتت على 5 بي بيعمل ايه، طلع بيعمل خرم. النهارده بناخد لما تي هيلبر جت تحسس حسستي ازاي بالظبط. المره الجايه هنكمل لسه بقيه المسلسل، احنا ماشيين بترتيب. بصوا معايا يا جماعه، دي خلايا الجسم، بي سيل، دندريتك، ماكروفاج، ودي اي تيشو سيل. يا ترى مين عنده كلاس واحد؟ نبص مع بعض مين عنده الام اتش كلاس واحد بيطلع على السطح، سواء في فيروس او مفيش. مين عنده كلاس واحد اللي هو يطلع دلوقتي باللون الاخضر؟ الاجابه عشان ام سي كيو يا جماعه كلهم هيطلع لهم الام اتش كلاس واحد. ماشي ماشي، كلهم هيطلع لهم الام اتش كلاس واحد باللون الاخضر ده، شايفينه؟ يعني كل خلايا الجسم سواء بي دندريتك ماكروفاج تيشو سيل كله عنده كلاس واحد. السؤال مين عنده كلاس اثنين؟ اثنين اللي هيطلع باللون الازرق، اول ثلاثه اللي اسمهم انجن بريزنتنج سيل. خلينا نشوف مع بعض مين اكتر في العدد، كلاس 2 ده اكتر ولا واحد في العدد؟ 2 اكتر، ودي الاجابه بتتسال في ام سي كيو. كلاس 2 اكتر، لان المفروض ان الماكروفاج شغال كانجن بريزنتنج سيل. نكمل مع بعض، يا ترى يا جماعه الجينات اللي طالعه الام اتش سي موجوده على اي كروموزوم؟ كروموزوم على اي ارم؟ شورت ارم. وازاي دي ممكن تبقى ست جين؟ تعالوا نبص مع بعض في اعماق الماكروفاج وايه الكروموزوم رقم 6. ده الكروموزوم رقم 6 ده الشورت ارم. كل نقطة صفراء قدامك ده عبارة عن جين. ده الشورت ارم بتاع الكروموزوم رقم 6. فريق جميل قوي. أنا عارف إن جميل والله. ده الشورت ارم بتاع الكروموزوم رقم 6، ده طبعا إيه المربعات دي؟ المربعات ديت وهمية مش موجودة. العلماء تخيلوها. هو خلي بالك دلوقتي. المربعات دي يا جماعة مربعات وهمية. أنا عايز بس تركز معايا في حتة صغيرة هنا. أبص معايا. الحتة دي بقى. شايف المربع اللي اسمه A و B و C؟ المربعات دي موجودة جنب السنترومير على طول. المربعات دي اللي هي A و B و C فيها جينات الـ MHC بلس 1. يعني لما يجي حد يسألك هي جينات الـ MHC بلس 1 فين؟ ما تقعدش تقول له الكروموزوم رقم 6 الشورت ارم. كبير أوي الشورت ارم. في مناطق وهمية جنب السنترومير اسمها منطقة A و B و C، منطقة يعني بالإنجليزي لوكس. دي بتطلع دي فيها جينات الـ MHC بلس كام؟ واحد. يا جماعه المناطق دي مناطق وهميه، فاهمين؟ محدش يتخيل الكروموزوم فيه مربع. ده صندوق وهمي. العلماء متخيلين، هقول لك مثلا الصندوق اسمه ايه ده؟ ده موجود على طول ورا السنترومير. ده بعديه 2 نانومتر، فاهمينها؟ المهم جينات الـ MHC بلس 1 موجوده في منطقه وهميه اسمها الـ A والـ B والـ C. المنطقه اللي اسمها ديت منطقه كبيره قوي. يا نهار اسود، كل منطقه اسمها دي كبيره قوي. فالعلماء قسموا المنطقه اللي اسمها دي هي ثلاث مناطق. ثلاث مناطق بي وكيو وار. المنطقه دي عامله زي محل كبير قوي كده كبرى، فقسمناها ثلاث اجزاء بي وكيو وار بجمع كيلو البار. المنطقه اللي اسمها دي هي ثلاث اجزاء بي وكيو وار. والمنطقه الكبيره دي هي اللي بتطلع هي اللي فيها جينات الام اتش بلس كام؟ اثنين. المنطقه دي فيها جينات الام اتش بلس كام؟ اثنين. تاني يا جماعه، هو الاي والبي والسي فيهم جينات مين؟ والمنطقه دي الكبيره دي كلاس كام؟ احد العلماء الرهاب قال لك شايفين الجينات اللي في النص ديت؟ ايوه مالك، شايفينها كويس؟ الجينات اللي في النص ديت الموجوده في منطقه واحد واثنين مالها؟ قال لك الجينات ديت انا هسميها جينات الام اتش سي بلس 3. يا راجل محترم، مش حاجه اسمها ام اتش بلس 3، انا بكره هتكتشفوها. احد الناس سمى الجينات ديت شايفينها دي جينات الام اتش بلس 3. قلنا له مفيش حاجه اسمها بلس 3، قال لك بكره هتكتشفوها. مع الوقت اكتشفنا ان هو حمار. واكتشفنا ان دي جينات الكومبلمنت. دي جينات بتطلع الكومبلمنت. طبعا وصلحت الاسم؟ لا سيبناه احتراما ليه. لغايه النهارده بيجي يسالك في امتحان هو الكومبلمنت بيطلع من فين؟ يقول له من جينات الام اتش بلس 3. يقول له يا ابني اكيد، يقول له اكيد انا سميها غلط بس احنا سايبين احتراما للاستاذ الكبير اللي سماها كده زمان. بنحترمه يا جماعه. يبقى جينات الام اتش بلس 3 اسمها غلط، بتطلع في الاخر كومبلمنت وتيومر نكروس ايه؟ فاكتور. بتطلع كومبلمنت وتيومر نكروسس فاكتور. طب احنا ما عادش بقينا يا جماعه اكتر من 3 دقايق بس،
ثلاث ايام مراجعه على الحصه النهارده، والمراجعه دي عباره عن جدول عملي. انا اسال يا جماعه ونفكر مع بعض. خلاص يا جماعه كفايه بقى كلام. هنتكلم عن المقارنه بين كلاس واحد وكلاس اثنين اربع كلمات وكده خلصت حصه النهارده. أول نقطة يا جماعة الـ MHC كلاس واحد. أول نقطة بنتكلم يا جماعة الـ MHC كلاس واحد. طلع موجود فين؟ كل خلايا الجسم. يبقى كلاس واحد على كل خلايا الجسم. هل في اتنين شبه بعض؟ الأيدنتيكال توينز. كلاس واحد على كل خلايا الجسم. معنى خلايا واحدة بس هقول لك اسمها إيه وتقول لي ليه. كلاس واحد على كل خلايا الجسم عدا الريد بلس سيلز. مش نيوكليس ولا جين. برافو. ده سؤال ام سي كيو. كلاس واحد على كل خلايا الجسم على الريد بلس سيلز. مفيش فيها لا نيوكليس ولا جين. طب ممكن يا جماعه اصعبها عليكم شويه بقى؟ يعني المكروبين عندها كلاس كام؟ 2 و1. مين اكتر؟ طب الليفر؟ طب الريد بلس سيلز؟ نعم. ده ولا ده؟ ما عندهاش جينات اساسا. كلاس 2 موجود على حاجه اسمها اي بي سي. هو اي بي سي اختصار ايه؟ انجن بريزنتنج سيل. طيب ليه ربنا خلق كلاس 2؟ عشان ياخد هو طالع انجن اكسوجينوس ولا اندوجينوس؟ كلاس 2 2 اكسوجينوس. امال كلاس 1 اندوجينوس. برافو عليك. ربنا خلق كلاس 2 عشان هو طالع ياخد انجن اكسوجينوس. مين هيجي يحسس؟ مين هيجي يحسس على كلاس 2؟ الدي هيلبر اللي هي سي دي كام؟ سي دي 4. طب اتاكد ازاي؟ 4 في 2 8 4 2. امال لو فيروس يا جماعه مين هيجي يحاسب عليه؟ في سيتوكسيك سيدي كام؟ 8 8 في 1 ب 8 زي ما حصل ضرب 8. سؤال يا جماعه هو خلاص واحد ده جيناته فين؟ في ام بي سي. خلاص واحد جيناته فين؟ 6 كروموزوم. منطقه اسمها ايه؟ شورت ار ام بي وسي. خلاص 2 منطقه اسمها بي. استحملوا نقول استراكشر ولا نقرا كده؟ طب هنقرا كده من غير استراكشر. ما قلناش الاستراكشر. ما قلناش الاستراكشر. لحظه يا ماشي خالص. ممنوع اي حد يجي زينا من زمان. اولا المكان ما يسمحش كده تتظلم. واللي جاي ده جاي انت جاي تظلمه انا جاي اتريق عليك. لان اللي داخل دلوقتي لو المره الجايه اقول له لما تكبر حسسك هتعمل كذا. هيك عايز هو قاعد كده في النص مش فاهم حاجه عاجبه كلمه حسسك.